الحلاش كيخاف من الحبل اول شيء، ثاني شيء حاجه ماشي كنخلص كريدي او هذا دار الصبع عمرها ما كتخوى من العظام باش نكونوا واقعيين. فالحمد لله دائما وابدا، ولكن التجربه علمتني انه يمكن لي داز حدايا ماشي غير حبل غير خيط نقول هذا حنش. فتعلمت وهي تجربه بالعكس قواتني اكثر وخلتني نعتمد على نفسي اكثر وما نبقاش نثق يعني في اي انسان. وباقي الناس تبعت حالي كنوثق فيهم الناس اللي دايرين بيا، فيمكنش نفقدوا الثقه 100%، لانه الا كان واحد خايب ما يمكنش نظلموا معاه الناس كثار. وهذاك الناس داك اللي ظلم راه خد الجزاء ديالو هو في السجن، يعني هذيك الشخص راه هي في يعني هذيك الانسانه هي في السجن. هو اول شيء ثبت لي انه بعد كان عندي موقع قوه انني منين ساحب تتبعني كل شيء، ولكن اللي ما عجبنيش ربما هو الطرطره والكلام اللي تقال ماشي في بلاصتو، لانه الفنانين الاخرين كل شيء خداو العربون. فملي كتاخذ العربون منين خداو هذا العربون؟ العربون تخاد من الناس اللي جاو خلصوا، يعني لو ما الشعب كي اللي خلص 500 درهم ولا خلص 200 درهم ولا خلص 100 درهم باش يجي يتفرج فينا. فالفنانين اللي خداو العربون اكيد ما بغاوش يعلقوا على الموضوع لانهم واخدين ديجا العربون. انا ما خديت عربون، حتى لو خديته كنت غادي نرجعو. ما نضحكش على الناس وما نتفلاش على الناس. وكيف قلت لكم الموضوع كامل اللي كان في موضوع هذاك ديال ليالي ايفنت كان كامل موضوع نصب وموضوع احتيال 100%، وانا في كامل قوايا العقليه كنقول هذا الكلام، واي انسان كيقول غير هذا الكلام كنطعن في كلامه بالادله والحجج.